سيدي الكريم، ما عهدناه في ايجاد الحلول، على الاقل وانا كناشط معناه في المجتمع المدني، ان مجموع الحلول تبنى على احصائيات. وزاره التربيه لا تملك الاحصائيات اللازمه باش تبعث مدرسه معناها عليا او مدارس معلمين، ولكن الاقرب للظن، واحنا راه ما عندناش اشكال مع حتى زميل تخرج من اي صنف ولا من اي مؤسسه تربويه، انه الاصل في الشيء انه يتم تسويه وضعيه الزملاء اللي قدموا تضحيات كبيره ياسر لصالح وزاره التربيه ولصالح التلميذ، وهذا واجبنا، والتلميذ التونسي في نهايه المطاف هو ابننا. الاصل في الشيء انه يصير بارت دوني باش نعرف حاجيات وزاره التربيه للمربين، ثم في مرحله ثانيه من حقك باش تحدث معناها اي تغيير تراه لازم في نعم. اطار معناها يسمى بالاصلاح التربوي، ولكن الاصلاح التربوي يمر عبر المصلحه وعبر احداث شعب. نحن نعرف اغلبيه الزملاء شعب موجهه معناها سياقات معينه، لانه يعني تقريبا برشا زملاء يمشوا حتى التوجيه في حد ذاته يطرح نقطه استفهام كبيره، هذا هو من باب المحاباه ومن باب معناها الحيف ومواصله الماساه بحق الاستاذ النائب اللي هو عنده 15 سنه ما يقارب عقد ونسبس دون ايجاد حل، وكان على وزاره التربيه معناها تكريم على الاقل وايجاد حل جذري وسريع معناها وناجح في علاقه بالعمر، في علاقه بالتجربه، في علاقه بحجم التضحيات الى الاستاذ النواب، لانه سي حسين اليوم لو نحكوا على ناس قدمت تضحيات قيلت عقد ونسب معناها تقريبا راهو عقد، تعرف شو معناها عقد؟ معناها عقد اليوم في تونس راهو تعرض لمحرقه حقيقيه، راهو اليوم عندنا عقد تعرض المظلمه التاريخيه، وانا من المنبر هذا دعوه لكل نفس حر، سواء كان في المجتمع المدني، في اي منظمه، في الهياكل النقابيه، في الاعلام المرئي او المسموع. نعم اليوم حسين انا نحب نذكرك بالزملاء اللي حكيت عليهم في تدخل سابق، زملائنا ما زالوا مربطين في شارع مبنى، زملائنا تعرضوا للطرد من الشارع مبنى، لا لشيء، لانه مربي قدم 15 سنه من عمره، لانه عمره انتهى، لانه تجاوز العمر الحقيقي نتاعو واصطدم بقانون الوظيفه العموميه، وكان على السيد فتحي السلاوي انه معناها يلتقي المستوى المطالب. دعوه زياده للجامعة العامة للتعليم الثانوي انها تنتصر لهذه الفئه، دعوه زياده لاتحاد الشغل انه يكون على مستوى مأساتنا، احنا راهو جزء من الحل، واؤكد احنا رانا جزء من الحق، ويستحيل ان نكون جزء من المشكل. وزاره التربيه لا تتبع المناهج التشاركيه، لا تطرح تصور، لا تحاور الاساتذه النواب، الاساتذه النواب اغلبيتهم محجزين على دكتوراه، اغلبيتهم عندها مستوى علمي مرموق، واحد فيهم محرز على الإجازة الأساسية، أقل واحد فيهم قدم 7 سنوات معناها نيابات خاض على التفاضل تجربة عملية. والتكوين. من هذا المنبر لن نسكت، سنواصل.